السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع الجلفة لنقف على الأشغال تاع سوق الجملة تاع الخضر والفواكه وكل مستلزمات تاع الاستهلاكية، وهذا السوق اللي يقع في بلدية عين والسارق واللي راه يعني الأشغال انتهت به، ما زالت بعض الأشغال تاع التهيئة الخارجية. إن شاء الله هذا الصرح التجاري الهام يساهم في يعني تثبيت الأسواق و يعني تنظيم السوق بصفة عامة لفائدة الاستقرار تاع الأسعار. يعني أكيد سوف أن هذه كل هذه التجهيزات منشآت التجارية، يعني أسواق و يعني مراكز التخزين وكذا، كل هذه يعني العناصر الهامة سوف تساهم أكيد في تنظيم السوق والمساهمة في استقرار أسعار للمواطن. أترككم تتابعون والسلام عليكم.